الاختبارات الإتلافية اللي هي الكور تيست، هناك كور جانبي وكور عمودي، تأخذ نماذج من الخرسانة وفد تيست معروف عند الكل، تقيم من خلاله قوة الخرسانة والنسب الموجودة والأملاح. هناك فحص آخر هو اختبار محتوى الرطوبة. موجود عندنا المختبرات؟ أعرف يعني قصدي بشكل عام، يعني هي بشكل عام هي واحدة من المعدات والأجهزة المستخدمة في العالم. التقنيات الحديثة بعد تخلي الإنسان يعني يبتعد عن القضايا التقليدية، وهي تعطينا نتائج حتى في 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 في, في وقت، يعني ممكن المهندس يشيل هذا الجهاز ويفحص وعنده قراءات بالجهاز تعطي من 0 إلى 3 هذا محتوى رطوبة معدوم، من 3 إلى 5 محتوى رطوبة بسيط. قصدي يعني ما يحتاج الى اجراء اخر، ياخذ سامبل ويجي لمختبر، عمليه طويله والوقت ايضا هو فلوس. محتوى الرطوبه بالخرسانه هم يفيد بعدين بالنسبه للتاكل للكونكريت للحديد، يعني التعامل مع الحديد. اختبار الكشف عن الصدى ايضا اكو اجهزه عندنا، هيك جهاز اختبار موجود، يعني ممكن من خلال الجهاز هذا نكتشف الصدى بالحديد وين صار، لانه قسم من الجسور ما يظهر الحديد اللي فيه صدى، اكو عند عليه كبر، بس هذا الجهاز هو يكشف يقول ان هنا اكو صدى، هنا اكو صدى. ممكن واحد يكتشف ايضا من خلال بالهمر، تشوف تحس الكونكريت صوته يكون رقيق يبين. على الاكس راي؟ عموما اللي اريد يعني اثبت او اركز عليه انه التقنيات الحديثه ضروري ندخلها في اساليب الكشف واساليب تحديد الاضرار بالنسبه لي، توفر لنا وقت وتوفر لنا ايضا مبالغ. قطر الحديد التسليح ايضا ممكن نقيسه بواسطه الفيرنيه. المعدات اللي تستخدم في صيانة الجسور تطرق لها مهندس أحمد، وراح نضيف لها شيء بسيط اللي هي الأدوات اللي تخلينا نوصل إلى أجزاء الجسر، منها السلالم. يعني حتى أصعد على الدعامة أو على البير لازم عندي سلم، فما ممكن أجي أكشف على جسر وأطلع وياي فريق عمل وانا ما عندي سلم يوصلني حتى اشوف مسانده الارتكاز، اشوف اسفل الروافد. ما ممكن الاعتماد على الكشف البصري للمسافه، ولا ممكن الاعتماد على الناظور او المكبره بشكل رئيسي. لازم نوصل الى الجزء نفسه حتى نقدر نثبت الضرر بشكل دقيق. هاي السلالم اكو مرات نحتاج الى منصه حتى نصعد نشوف الاضرار. شفنا سهنا بالفيلم الفيديو المهندس معلق بحبل وحزام وينتقل من مكان الى اخر. نحتاج الى بعض الاحيان الى سكلات، سكافولدينغ، تنصب تصعد وممكن تمشي انت على السكلات كلها في المناطق اللي هي ممكن تنصب بها سكلات في المناطق اليابسه، بس في المناطق اللي على حوض النهر راح احتاج الى جهاز او اليه تخليني افوت ب منظومة هيدروليكية تخليني تعبرني من جوا الجسر، وهي كانت موجودة هاي الأجهزة بالعراق، بس حاليا يمكن ما شايفها، بس نشوفها بواحدة من الصور. هاي شفناها في بعض المقاطع من الفيديو يسموها عرب الكشف، وهاي الرافعة اللي رافعة البرجية مثل رافعة مال اللي توصل إلى عملية الإنارة ممكن نستخدمها أيضا بالكشف. وهاي الرافعة اللي هي يسموها سنوبر، رافعة هيدروليكية تتمفصل وتخلي فت مناورة ان تخليك تفوت من جوا الجسر. يعني شوفوا هاي واقفة فوق الجسر، وهاي اذرعها وموصلة كادر الكشف تحت الجسر. ممكن
يتحرك بناء على إعازات و handles يمين يسار. هاي بالمناطق اللي هي على الماء، المناطق على اليابسة ممكن تستخدم ديش البرجية. هناك أربع مجموعات طرق الصيانة، وهي واحدة من حركز عليها في أسئلة الجهام، وهي أنواع الصيانة. كنا نعرف إحنا بس الصيانة، بس المفروض نميز بين الصيانة الوقائية والصيانة العلاجية وإعادة التأهيل والاستبدال وإعادة الإنشاء. أربعة: الصيانة الوقائية اللي هي تقيك من الضرر، الوقاية خير من العلاج، هاي أول صيانة اللي هي احنا قلنا عليها الصيانة الدورية اللي لازم تصير على كل الجسور تخفف من كل الأضرار. الصيانة العلاجية اللي هي تعالج الأضرار اللي تصير، إعادة التأهيل أحد أجزاء الجسر تعيد تأهيله، وراح ندخل بالتفاصيل أو الاستبدال. بشكل عام مدة الصيانة العامة على الجسور مرة كل 12 شهر. قلنا الصيانة الوقائية هي تعرف بأنها أعمال الصيانة التي يتم إجراؤها مسبقا لمنع وقوع الضرر. مثال: فتحات تصريف بيع الأمطار بالجسور، شغلة بسيطة، إذا ما سويها صيانة راح تنغلق وراح تجمع لي مي وراح تسبب لي مي أضرار في هيكل الجسم. هاي واحدة من المسائل البسيطة. فتحات اللي بالمفاصل التمدد دائما تتكدس فيها أتربة وصرخ، يعني عمليات بسيطة غير مكلفة، هي هاي الصيانة الوقائية. الميل الجانبية للجسر دائما تتعدل وتنحدر، إذا ما عدلها راح تصير فيها خوارير. العواكس المثبتة على الحواجز، القادرة للعيون، القط، تخطيط الطريق، هي هاي الصيانة الوقائية، هي النمطية واللي متعارف عليها. الصيانة العلاجية تعرف هي مجموعة أعمال الصيانة التي تجرى على مكونات المنشأ بحيث تضمن استمرارية عمل هذه المكونات ضمن الحدود التصميمية. يا ضرر يدخل ضمن الصيانة العلاجية، هسه راح نستعرضها. التشققات البسيطة والتطاير البسيط في الطبقة السطحية الأسفل، هاي واحدة من الفقرات اللي تدخل من ضمن أعمال الصيانة العلاجية. إصلاح التشققات والتكسر والهبوط في رصيف الجسر، طلاء حواجز حماية المشاد وقوائم التثبيت، قنوات التصريف اللي تدخل من تصريف مياه الأمطار، الشقوق الشعرية والتقشر والتملق والتصدر بالخرسانة، الصدأ اللي يصير على حديد التسليح، أيضا مفاصل التمدد. التقشر قلنا في الروافد، التشققات غير الإنشائية، الصدأ بالروافد المعدنية، كل هاي العيوب تدخل ضمن الصيانة العلاجية. يعني إذا طلعنا على جسر وشفنا شقوق، الشقوق تدخل ضمن الصيانة العلاجية. إذا شفنا تصدع، إذا شفنا صدأ في حديد التسليح، إذا شفنا المنحدرات الجانبية للجسر أيضا إعادة ترتيبها،
إذا شفنا segregation في بعض الأجزاء الكونكريتية يعني ظهور خلصانة بشكل يسمون تعشيش أو segregation أيضا يدخل ضمن الصيانة العلاجية. إعادة التأهيل، شنو الفرق بينها وبين الصيانة العلاجية؟